لانه ده يهم الناس كلها. ناس بتشتغل في اي مكان، لما بتيجي في اي مكان معاك عقد، العقد يبقى فيه بنود كتير، حقوق، بنود كتير. لا محدش محدش قليل قوي لما حد يقعد يقرا. هو يهتم بحاجتين، مرتبه كام؟ هاخد كام؟ ايوه صحيح، مش كده؟ طبعا هو ده. وبالتالي انت النهارده هل محتاج العقد ده؟ انا كموظف في مكان، عامل في مكان، ابص عليه قانونا، ولا يبقى معاك حد فاهم قانوني يبص على المواد دي كلها اللي موجوده في العقد؟ يعني بحيث تضمن الحقوق الكامله هنا وهنا، زي ما بقول كده ما حدش يضحك عليك. يعني العقد هيبقى من ضمن الـ 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 الشروط اللي موجوده داخل الـ القانون الجديد. فهيعمل توازن ما بين اصحاب الاعمال، لان صاحب العمل برضه ليه حقوق طبعا، فانا عايز اديها له برضه. نعم، ما هو انا القانون مش جاي كله بنتكلم عمال للعامل بس، لابد ان انا صاحب العمل، ما هو ده اللي بيصرف، هو ده التوازن اللي احنا عايزينه. عشان كده انا قلت لحضرتك من شويه. نعم. ان احنا لما قعدنا مع اصحاب الاعمال، اتحاد الصناعات تحديدا، اللي هو اليوم اتفقنا ان احنا يبقى مشاركين بجد احنا الاثنين في قانون ما يطلعش النهارده وعليه بكره، عليه عوار بكره. كويس، يطلع قانون يعيش 20 25 سنه. التوازن ده مطلوب. طب مين اللي هيبقى يقعد مع اصحاب الاعمال؟ هل لجنه قوى العمل؟ قوى العمل، برلمان، ووزاره العمل بتعمل حوارج مجتمعي دلوقتي، هينتقل بعد كده بعد ما خلاص يبقى الورق القانون في الاخر، هنروح بتاع ده البرلمان في لجنه قوى العامله، نقعد نناقش علشان بعد كده يشوف يتعرض في الجلسه العامه ويتوافق عليه القانون. وموضوع مهم جدا ولابد ان احنا ننتهي منه خلال هذا التشريع القادم ان شاء الله باذن الله. متخيل خلال قد ايه نخلصه؟ القانون ده يظهر؟ انا عايزه امبارح يا فندم. على الارض دلوقتي لسه. يعني انا بقول لو 3 شهور يبقى، يعني اتمنى يكون طلع كفايه كده. طيب صاحب العمل ده اللي بيصرف وبيدفع وبينفق، هل بتحدد ساعات عمل؟ بتحدد انتاج؟ طبعا. بتحدد ايه؟ هتحدد، ما انت النهارده بتقول له اعمل تامينات، عندك ضرائب، عندك تامين صحي، عندك اجازات، ما انت من الحاجات الاساسيه بتدور على الاجازه. نعم. عندك مثلا كذا في السنه. نعم. فهو ملتزم بهذا الامر. طب انا المقابل ايه؟ طيب عشان ابقى ضامن انه ما يبقاش عندي الحركة اللي بتقول لي عدم الدستوريه. طيب القانون يا فندم بيعمل سياسه عامه، لكن اللوائح بتختلف من شركه لشركه. كويس، وده المهم. نعم. اللائحه دي لما بتتعمل هي اللي بتوصف بقى اللي هو بقى حافز الانتاج، بتوصف بقى البدلات، المزايا دي، بيبقى اتفاق مع اللجنه النقابيه في المنشاه، لو مش موجوده بيبقى النقابه العامه المعنيه في هذا النشاط او الاتحاد العام. فيبقى اذا لابد ان اللائحه بتعتمد من احدى اللجان النقابيه او نقابه عامه او اتحاد عام، بتوافق عليها، بتخش وزاره العمل، خلاص اللائحه بتاخد قوه القانون. لان حضرتك خلينا نبقى واقعيين، اللي ينفع في شركه مثلا بتاعت ادويه مش هينفع في شركه بترول ليها او مصنع او مكان ليه حاجته غير التاني. فاللائحه مكمله وبيحصل عليها اتفاق لمصلحه الايه؟ الطرفين. الطرفين، انا عايزك لو سمحت هتشتغل كام ساعه؟ هتديني انتاجيه قد ايه؟ ايوه، يعني انا النهارده الانتاجيه مهمه. بالظبط، والكفاءه. والكفاءه النهارده معيار كفاءه. هو انا هكلم حضرتك على حاجه مهمه جدا، ودي يمكن انا لمستها، يمكن انا طالع من قطاع، انا من قطاع البترول وكنت بشوفه في الشركات الاجنبيه. معيار الكفاءه هو المعيار الاساسي في الترقيه. مالناش دعوه بعدد السنين اللي انت الخبره دي، مفيش هو عنده معيار الكفاءه. فتلاقي شركات عالميه واحد سنه صغير بيرقص ويدير مجموعه كبيره جدا، لان هو الكفاءه بتاعته. عايزين نوصل للمرحله دي. مجرد ما وصلنا للنقطه دي اعتبر ان احنا حطينا نفسنا على الطريق السليم، وان شاء الله باذن الله هنوصل لها ان شاء الله. انا واثق في ربنا، واثق في القيادات اللي موجوده، لان كله دلوقتي بيتحرك بشكل. القطاع الخاص النهارده حضرتك داخلين مشاريع ضخمه جدا، والتيسيرات اللي موجوده مهمه قوي. المصنع اللي احنا موجودين فيه ده هيوصل لحوالي 3000 عامل. نعم، احنا عايزين المصنع كده، مصنع هاير. نعم. عايزين المصانع دي 3000 عامل. 3000 عامل، تاكد ال 3000 عامل دول هيعملوا، هو موجود في العشرة. انتاجه ايه؟ ممكن تقول للناس، كان رئيس الوزراء فيه من اسبوع، بس عايز تقول للناس انتاجه ايه؟
هو بينتج حضرتك دلوقتي بينتج تكييف مركزي، ايوه، بينتج تكييف اللي هو السبريت العادي، بينتج غسالات، دي المرحله الاولى، وهيصدر كمان لافريقيا السوق المحلي ثم التصدير، سوق المحلي ثم التصدير كويس. انما هو البدايه بتاعته بدايه مبشره انه يتعمل في سنه بتكلفه تتعدى ال 135 مليون دولار. الاسم ده تحديدا يبقى موجود عندك، هي دي الرساله. الشركه الكبيره دي، الشركه دي انها تبقى موجوده عندك، هي دي الرساله. والناس يا ريت تعرف قيمه، يعني انا النهارده بعد ما اتفرجت على المصنع قابلت مدير المصنع، كان معاك بكل شفافيه، قلت له انا ما كنتش متخيل ان الـ 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 الاجهزه دي، وانا من هنا مش بعمل دعايه. نعم. انا لا نعمل دعايه، ايه المشكله؟ لا ده انا مش بعمل دعايه البلد، انا بقول حقيقه. لا 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 انا بقول حقيقه، انا شفتها. محمد بيه، نعمل دعايه لبلدنا. طب لا ماشي، هو ده مصنع صنع في مصر بالظبط، يروح دول العالم كله صنع في مصر، ده اللي انا عايز اتكلم